زمان قالوا يا جاري انت بحالك وانا بحالي، صح هيدا المثل؟ هلا هذا طبعا هلا بينطبق علينا تماما. ليش تغيرت الالفه كل شيء؟ كل شيء تغير، مو بس الوضع المادي هو اللي غير، البشريه كلها. طبعا من اول كان في محبه، كان في موده، يعني مثلا جار يروح يساند جاره، تمام، يعني يعملوا مثلا الفه، في موده، في محبه. هلا واحد دق باب الثاني مثلا بده رغيف خبز بيقول له والله ما عندي، او مثلا بده صحن ما عندي. لا لسه في، بس خفت عن اول كثير. اول كان في الفه ومحبه اكثر من هلا بكثير. كان حتى برمضان كانوا ياخذوا لبعضهم الاكل على الفطور على الشيء، بس هلا بالبناية جيران قليل ما يعرفوا بعضهم، بس لسه، بس خليت خربت لسه ما خليت. لا الالفه والمحبه لساتها ما بتتغير، الحمد لله رب العالمين ولسه الدنيا بخير. هو المسألة الحقيقي صاير، يعني كل واحد بحاله الى حد ما. لا موجود، خلينا نحكي واقع ما نحكي كلام ارتجالي، لحد الان موجود، يعني غالبا يمكن بسبب الظروف وبسبب الازمه وبسبب الاحوال اللي وصلت لها الناس. تغيرت كثير بعد الازمه، صار ما حدا لحدا، كل حدا بحاله. ايه مثل هذا، يعني لا تدخل في امور ولا تدخل في امورك يا اخي، اريح لنا. وهلا احسن اذا واحد ما دخل في امور ثانيه. لا بضل الجار مثل اخ، وبضل اعوذ بالله. هلا عم نشوف الجار اكثر ما نشوف اولادنا، اكثر ما نشوف خلقنا. الجار بضل الجار، يعني بضل كاخ، بضل كقريب لك اكثر.